الفيديو اللي هنشتغل عليه النهارده دوت فيديو مهم لكل المستويات، سواء كنت بيجنر لسه نون وبتبتدي في الانجليش، او حتى انترميديت مستواك متوسط او ادفانسد وحته تقيله في الانجليش. لان انا لغايه حتى وقت قريب كنت بتلخبط جدا في النقطه دي، لغايه لما وقعت على شويه رولز او قواعد هشرحها لك النهارده تقدر باستخدامها امتى تستخدم دو ان انجليش وامتى تستخدم ميك. يعني الصح انك تقول do a mistake ولا make a mistake، الصح انك تقول do my work ولا make my work and so on. طبعا هيبقى في شويه collocations او مصطلحات ثابته او كلمات بتحب تيجي مع make وكلمات تانية بتحب تيجي مع do، بس دي هنخليها في اخر الفيديو بعد ما اشرح لك الرولز الاول اللي تخليك ان شاء الله تفرق ما بين do وما بين make. خلينا نبتدي مع do، واول حاجه ان احنا بنستخدم do مع ال repetitive actions او ال daily actions، الحاجات اللي بتحصل كل يوم، بالذات الحاجات اللي بتحصل في البيت، يعني مثلا الهاوس الشورز زي ما بنقول في الانجليش، او الهاوس ورك شغل البيت. كل الامهات اللي بتتفرج علينا دلوقتي اي حاجه بتعمليها في البيت يوميا او تقريبا كل يوم او حتى اسبوعيا شغل البيت كله بنستخدم معاه do، زي مثلا do the dishes تعمل الطباق، do the washing up، washing up اللي هي المواعين، حتى do the shopping انك تنزل تشتري مثلا الخضار والبقالة والحاجات بتاعت البيت، دي كلها بتستخدم do لان دي حاجات بتحصل كل يوم. بس طبعا في exception ان انت ما بتقولش لما لو بتنظف مثلا السرير بتاعك كل يوم ما بنقولش do the bed، بنقول make the bed. تاني حاجة ان do بنحب نستخدمها مع الـ obligations او الالتزامات، يعني لو حاجة دمها تقيل على قلبك بس انت لازم تعملها لسبب او لاخر فاحنا دايما بنستخدم معاها do، زي مثلا الـ homework. كمان test او الامتحان ما بنقولش make a test الا لو انت كنت صانع الامتحان، لكن انت لو بتاخد امتحان بنقول do. Do a test. I will do a test. I will do an IELTS test tomorrow. أنا همتحن امتحان IELTS بكرة. ممكن تقول كمان take or have على فكرة، بس المهم إن إحنا ما بنقولش make لأن make غلط. Number three بنستخدم do وأخواتها اللي هي does و did مع anything, something or nothing. Okay؟ زي ما أقول لك مثلا did you do anything yesterday؟ عملت أي حاجة امبارح؟ أو مثلا إيه nothing. انا ممكن ارد عليك اقول لك I did nothing. Number four بنستخدم do لما يبقى الفعل واضح، يعني عشان نبدل فيه او to replace some other verbs. يعني مثلا لما واحد صاحبك مثلا واقف بيسرح، تمام، او انت بتسأله مثلا لو انت مش عارف هو بيعمل ايه، فبدل ما يقول لك come my hair يعني بسرح شعري، يقول لك I do my hair. I do my hair. البنت اللي واقفة بتعمل makeup، الفعل اللي بيستخدم makeup اسمه put on. I put on the makeup يعني أنا بعمل makeup. لكن ممكن نستخدم في الإنجليش لو هي واضح أو أنت شايف هي بتعمل إيه، ممكن تقول I do the makeup. make بقى في الإنجليش بنستخدمها لما، ودي الحالة رقم واحد، لما نحب نتكلم على الحاجات something we produce، لما تنتج حاجة or create أو حاجة أنت بتخلقها. زي مثلا خلينا نقول انت شغال في شركه سيارات، واحد يسالك بيقول لك انت بتعمل ايه، يقول له I make cars يعني انا بصنع او بعمل عربيات. مثلا بعمل قهوه دلوقتي، انت مش حاجه بتعملها بايدك بتنتجها، يبقى I make coffee. يبقى لما تبقى بتنتج حاجه او بتعملها بايدك وقادر انك تلمسها في الانجليش بنستخدم معاها make. بس خلينا نقول لك برضو ان احنا بنستخدم make في زي ما قلت قبل كده مش بس produce يعني تنتج، كمان مع create يعني تخلق، ومش لازم تخلق حاجة بإيدك. يعني مثلا إيه make a plan، بخلق خطة أو بعمل خطة. I make a plan، حاجة أنا بنتجها. Make money، الفيديو ده مثلا by shooting this video I'm making money، بتصوير الفيديو ده أنا بعمل فلوس لأن أنا بينزل مثلا على اليوتيوب، في ناس بتفرج عليه، بتيجي تاخد عندي courses and so on. يبقى make بنستخدمها لما نحب نقول إن إحنا بننتج أو بنعمل حاجة، سواء الحاجة دي بلمسها أو الحاجة دي في بعض الأحيان برضو ما بلمسهاش، المهم إن أنا بخلقها أو أنا بعملها، يعني هي ما كانتش حاجة من العدم وأنا عملت حاجة. بنستخدم كمان make مع الوجبات meals، make breakfast، make lunch and make dinner، والأكل عموما في أي أكل بنستخدم معاه make. تعالوا بقى ناخد شوية
collocations او fixed expressions مصطلحات ثابته بتيجي مع make وبتيجي مع do مش عاوزك تفكر فيها كتير. هي make بتحب تيجي مع الحاجات دي ودو بتحب تيجي مع الحاجات دي ولازم انت تحاول تفتكرهم. do someone a favor يعني تعمل في حد جميله. do بتيجي مع favor يعني جميله او معروف. زي مثلا ما اقول لك do me a favor and share this video اعمل فيا جميلة وشير الفيديو ده. do business with someone يعني تشتغل مع حد او تعمل بيزنس مع حد. do my best يعني هعمل افضل ما عندي. do a good job يعني تعمل شغلانة كويسة على او على اكمل وجه زي ما مثلا مديرك يقول لك you did a good job والعكس بتاعها to do a bad job. collocations مع make هي اشهر حاجة عشان في ناس كتير يغلطوا فيها هي make a mistake. you make a mistake يعني انت بتعمل غلطة مش do a mistake. you make friends انت بتعمل اصدقاء او بتصاحب. you make a decision يعني بتاخد قرار او بتصنع قرار. you make noise يعني انت بتعمل دوشة او بتعمل ضوضاء. make choice يعني انت بتختار. واخر collocation معنا النهاردة هو make a call يعني تعمل تليفون. طبعا as usual لو الفيديو عجبك ما تنساش تشير and like and leave a comment لو في حاجة مش فاهمينها. thank you and enjoy.